تمكن الثوار من قتل وجرح العشرات في صفوف تنظيم الدولة وأسر قياديين في صفوفه وتدمير عدة آليات خلال معارك في محيط مدينة مارع وقرية تل حسين في ريف حلب الشمالي، كما خاض الثوار معارك ضد قوات النظام على عدة محاور في الريف الجنوبي موقعين خسائر في صفوفه بالعدة والعتاد. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مدير مكتب حلب اليوم في حلب مصطفى عبد الله. مصطفى، بداية لو تحدثنا عن تفاصيل معارك الثوار ضد تنظيم الدولة في ريف حلب الشمالي. أهلا بك غينا، معارك الثوار مع تنظيم الدولة في ريف حلب الشمالي تنقسم إلى محورين. المحور الأول حول مدينة مارع، حيث حاول تنظيم الدولة صباح اليوم اقتحام مدينة مارع. جرت اشتباكات عنيفة بين الثوار وتنظيم داعش، استطاع الثوار خلالها من رد هذا الهجوم، واستطاعوا تدمير عدة آليات للتنظيم وتفجير مفخختين على أطراف مدينة مارع، كما استطاعوا قتل حوالي 35 عنصر من عناصر تنظيم داعش، وأيضا استطاعوا بين القتلى قتل أو أسر عفوا تم أسر أميرين لتنظيم داعش، أحدهما عراقي والآخر تونسي. هذا هو المحور الأول. المحور الثاني هو محور كفرغان وبراجيتا وتل حسين. الاشتباكات في هذا المحور مستمرة لعدة أيام في محاولة للثوار لاسترجاع هذه القرى التي خسرها الثوار خلال الاشتباكات في الأسبوع الأخير. ما يخص الريف الجنوبي، نعم يعني مصطفى يعني حدثنا، هل استطاع نظام إحراز تقدم في ريف حلب الجنوبي؟ وما هي حجم الخسائر تقريبا عند الطرفين؟ حقيقة النظام البارحة قام بهجوم جوي عنيف بالطيران الحربي وأيضا الطيران الروسي والطيران المروحي النظامي، غارات جوية متعددة على الدربة وأستراد حلب دمشق ومنطقة إيكاردا وتلحدية والشيخ علي في الريف الغربي الجنوبي والشايبية والديارة والعيس. بالمقابل قام الثوار برد عليه واستهداف نقاط النظام في الحاضر والبجيرة والعزيزية وخرطومان، ودارت اشتباكات عنيفة. الثوار استطاعوا تدمير دبابة للنظام على جبهة برنام وبكآب على جبهة الخارجية، بينما استشهد عدد قليل من الثوار في هذه الجبهات الحمد لله. غير لابد أن أنوه إلى ما يحصل في حرب في جبهة صلاح الدين، اشتباكات قوية جدا طوال يوم أمس وأول أمس على جبهة صلاح الدين في محاولة من النظام للتقدم في منطقة الحشكل. استطاع الثوار رد هذا الهجوم وتكبيده خسائر فادحة. بالمقابل ليلا قام النظام باستهداف منطقة دوار صلاح الدين بغارة جوية وصاروخ فراغي، وأيضا قام بضرب صواريخ فيل على هذه المنطقة. طب هل أحرزت عن ضحايا؟ مستمرة. هل أحرزت نعم هذه الغارات عن ضحايا؟ نعم هناك ضحايا بكل أسف بين المدنيين. البارحة استشهد 7 مدنيين بينهم نساء وأطفال نتيجة سقوط قذيفة الطائرة على بيتهم في منطقة صلاح الدين. نعم شكرا لك مصطفى عبد الله مدير مكتب حلب اليوم في حلب. أهلا بك.